دابا هاد المشكلة هذا كيف كتعرف دابا راه الدري تعرفت عليها في فيسبوك ما بين تقريبا شهورات، كنا بحال شي أصدقاء عادي، ومن بعد ملي دخلنا السكايب ولينا كلنا كنتواعدوا داكشي، ولات العلاقة ولات مطورة بزاف. وملي دوينا مع والديها وداكشي على قبل باش تجي عندنا لهنايا وافقوا، كلشي وافق، كان كلشي عادي. ومع جا الوقت، فاش جا داك الوقت اللي غتجي، لحت ليها البيرميسيون ديالها، عطاتها كلشي. ملي جات داك النهار، فاش جات دازت نهار الاول عادي، نهار الثاني بخير، نهار الثالث مشينا سافرنا، بغينا ندوز وقت زوين. حتى كنشوفو فيسبوك حاجه ما كايناش بحال دابا، انا ولات كنخطف، وليت شي حاجه داخله في الارهاب، شي حاجه ديال داعش. الدريه تخلعات، قالت لي اش هادشي؟ ما قلتش ما عرفتش. شويه عيطنا لماما، ما هي قالت لنا ما هادشي، قلنا ما فهمنا والو، ما هي ما فهمتش والو. ملي جينا نشوفو لقينا صاحبتها، حيت هي ما بغاتش صاحبتها تجي معاها، دارت لي هذا المشكل. ما عارف الدريه الغيره والحسد، داروا داك البروبليم بحال هكا هادشي باش ناض. ودابا ملي لومباساد عيطوا لينا ديال الميريكان، جينا بحركه، جينا عند مشينا عند لومباساد، دووا معانا عادي، بالعكس شكرونا ورحبوا بينا وكانوا معانا بخير. دووا معايا ودووا معاها وقالوا لها خصك ترجعي غدا ان شاء الله، ترجع غدا ان شاء الله في الصباح. ومن بعد ملي تكمل 18 عام يقدروا غيعاونوها باش ترجع. ديك الساعات ملي غترجع تقدر غدير، فهمتي؟ ملي غترجع غادي تقدر، فهمتي؟ غنقول دير معايا داكشي ديالها، نقدر نمشي معاها وما غيتساعدوا معايا لومباساد. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في، ان سامبل كليك في هاد لو بوتون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم، اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.